استاذ احمد منصه تفضل. طبعا كعادة صالون عافية احنا بنبدأ بناخد اول تلت ساعة لضيف اليوم، وكل مرة كنا بننوع، وبعد كده بنستمع لكل الموجودين في الموضوع. هنقول عن الشاعر احمد السندباد، شاعر جميل ودايما متواجد معانا في صالون عافيه، ودايما بيبدعنا بقصايده وشعره. لكن كتابه الاخير او ديوانه الاخير معلش يا نوبه مستنا جامد، وكان المفروض ان احنا هنعمل له نقشة للديوان بالكامل في نادي النوب الثقافي، لكن نظرا للظروف اللي حصلة والكلام ده ما اتفقناش. فاحنا طبعا مش هنفوت الفرصة كصالون عافية، فالنهاردة هنعمل له التكريم الخاص بيه. وشاعر احمد السندباد ضمن اشهر 100 شاعر عامية في مصر في العصر الحديث، تبقى لتصريح وكالة انباء الادب العربي، عضو اتحاد الكتاب، محاضر مركزي، مستشار أدبي بالمركز العربي للإعلام، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الخامس للقصة الشاعرة 2014، رئيس نادي أدب المنيرة سابقا، رئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني فرع جليزة سابقا، عضو لجنة العامية باتحاد كتاب مصر من 2013 لحد 2016، عمل في جريدة أخبار العرب سابقا، عضو العديد من المؤتمرات، ضيف العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، نشرت أعماله العديد من الصحف والمجلات، نشرت أعماله مجمعة في أكثر من 50 ديوان، حصل على المركز الثاني لأحسن ديوان عامية 2007 في مسابقة جمعية أدباء عن ديوان خطوط كفك، حصل على المركز الأول في النشر الإقليمي 2013، حصل على العديد من الشهادات والدروع ميداليات والأوسمة، منها ميدالية الاتحاد العالمي للشعراء من جامعة الدول العربية 2015، درع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، درع من كلية الحقوق جامعة القاهرة، درع قناة العربية سباق الهجن نويبع سنة 2012، درع مكتبة مصر العامة بالمنصورة من الشاعر الكبير إبراهيم رضوان، درع نادي الشمس من أسرة الرواد، ووسام نادي أدب المنيرة، ميدالية من محافظة الفيوم والهيئة العامة لترشيد السياحة، ودرع ثقافة إزازي. صدر للشاعر عدد 14 ديوان ما شاء الله. اللهم لا حسد. يعني ممكن 15 و16 في الطريق. ما شاء الله. جاوبين خطوط كفك، قولي لي مين، فيلم احتار، ظهور الحب، زنزانه ورق، شراغيش، التنوره، نانوهات، تلقيمه سكر، صلصال، الساحره، صندوق وجع، الفخ، معلش يا نوبه، تحت الطبع بمشيئه الله عادل داوي. يعني ما شاء الله يعني في 15 تانيين في السكه ما شاء الله، ربنا يحفظهم. ودايما الشاعر مهموم بمجتمعه كله. احنا في النوبه ممكن نتكلم عن سينا تتكلم عن النوبه هنا، يعني كلنا المفروض بنبقى بنتكلم عن بعض، لان الكلام عن بعض بيخلي الكلام اصدق يعني. فاحنا بنحيي الشاعر الجميل احمد السندباد، وكلمه لاستاذ محمد المغزنجي، ونستمع للشاعر احمد السندباد. احمد السندباد وهو صديق ف
فانا مش هقول ان شهادتي مجروحه لان الراجل فعلا انا اول ما سمعته كان بيقول قصيده اسمها التطور. فجيت دلوقتي انه ده اسم ديوان لان ديوان ما خدتوش يعني ادي حاجه واحده عليه. عجبني جدا ولفت انتباهي بطريقه الاداء ده بالاضافه للشعر الجميل اللي هو بيقوله. لدرجه انه لما بقينا نعزمه في المنوفيه عندنا كنت دايما اقول له عايزين نسمع التنور لانها علقت معايا بشكل جميل. يعني احمد السندباد زي ما قال اخونا عوض سليمان هو حاجات كتير يعني لو قعدنا نعد فيها تبقى هنقعد نتكلم ومش هنسمع شعر. اللي عجبني برضو انه الديوان القيم اللي عمله معلش يا نوبه الديوان طباعه قيمه جدا الشكل الاخراج وهنسمع بقى ونحكم على اللي جوه. انا كمان عندي وسمعت وقريت بنفسي انما هنشوف ازاي ان حد انا قلت له انت كنت منوفي ولا ازيقي ولا منين لانه كل فريق من المدباء بيحسبوه عليهم يعني. فاتفاجئت انه طلع نوبي كمان يعني. جميل جدا طبعا ان الانسان يكتب عن مواقع في جوه الوطن او مواقع جوه الوطن ان هو وبيعتذر في النوبه. طب معلش ليه يعني من كم يمكن شهر اللي فات او اللي قبله قال ان انا ممكن اكون نسيت حاجات انا ما يعني ما حطيتهاش او في حاجات غابت عني من الخريطه النوبيه. كل دوت يحسب له مش يحسب عليه بصراحه انه فكر اصلا انه يكتب. فانا هقول له بالنوبي بيقولوا ايه اقدلني ولا احبك يا عم ده ما جرب يعلم فلازم ناخد حته نوبيه يعني ايه ونعتبر نفسنا من الحته البيضة زي ما انتم بتسموها يعني نوبيه. بجد اليوم جميل انا مش عايز اطول.